الأجواء كانت مهمة وكانت مصلحة الرجاء فوق أي اعتبار. كان نقاش حاد فيما يخص التقارير المالية والأدبية وكل شيء، وكل واحد له بدل ديالو والإخوان تداولوا الأمور ديالها وصحضروا مصلحة العليا لفريق الرجاء. غادي يمكن لك تسول المكتب، لأن ناقشنا دابا بأن غتكون دعم ديال فريق الرجاء، وكاع الفرق الوطنية اللي غتدعم في هذه المسألة، لأن هذه مسألة وطنية ومسألة اللي كتهم الشعب المغربي وكل شيء، والرجاء دائما كتكون سباقة في هذه البوادر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.